اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في مطبخ الشاف مجيد. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الصوص اللي جد سهله والاغلبيه طلبوها مني، اللي هي صوص بولونيز. هذا الصوص بطبيعه الحال من الصوص اللي كيعتمدوا عليها في المطابخ الايطاليه، ممكننا نوجدوا بها مجموعه من الوصفات. اذا ما عليكم الا تبقوا معنا وشوفوا طريقة التحضير مع المقادير. لكن قبل ما غنبداو بطبيعة الحال كما كنقول لكم دائما، ما تنسوناش من جيم بارتاج، واللي اول مره شرفنا في القناه نتمنى من الله انه ما يبخلش علينا بالاشتراك وجيم والبارتاج ويشاهد الحلقات اللي موجودين في قناه الشيف مجيد. اذا بلا ما نطول لكم غادي ندوزو مباشره للمطبخ وغادي نشوفوا طريقه تحضير البولونيز. اول حاجه غادي نحتاجو الكفته. اذا حسب انا غادي هنايا واحد نعطيكم واحد المقادير اللي غديروها وتقسموها على حسب كميه اللحم اللي عندكم. اذا هنا غادي نحتاجو هنايا كيلو ولا ربع نتاع الكفته، اللي غادي نمشي معاها صوص طوماط تقريبا 400 غرام ديال صوص طوماط. غادي نحتاجو جزره واحده، واحد العود نتاع الكرافس او السيلري، بصله نشلطوها هنايا كما تشوفوا وحده او نصف وحده كبيره. غنحتاجو هنايا ورق اللورا او ورق الغار او كما نسموه ورق سيدنا موسى. غنحتاجو بعض ورقات البازيليك او الاحباق. غنحتاجو شامبينيون بطبيعه الحال، زيت الزيتون، مركز الطماطم نتمنى يبان لكم، ملعقه كبيره. غنحتاجو الملح حسب الذوق، ثلاث فصوص من الثوم، البزار او الفلفل الابيض، الزعتر كما ما قلت لكم هنا. هاد الصوص جد سهله، ما عليكم الا تتبعوا الطريقه وغتحصلوا عليها بحال اللي كنوجدوا في المطاعم. اذا اول حاجه غادي نديروا المقلاه ديالنا تسخن. هنا اول حاجه المقلاه ديالنا غنديروها تسخن، غنديروا زيت زيتون، وبطبيعه الحال زيت الزيتون هو سهل انه يتحرق، لذلك غنحاولوا نكسروا بشويه زيت المائده. بسم الله، يعني تقريبا هنا غنحتاجوا واحد 3 ملاعق من الزيت. اول حاجه ما نحسوا انها سخنات غنديروا الميروبوا. اشنو هي الميروبوا؟ الميروبوا هي واحد لاروم اللي كنديروه بالجزر والبصله والسيلري. نهار نسمعوا في اي صوص ميروبوا كتكون في المطابخ الايطاليه والفرنسيه، يعني هي الجزر، السيلري او الكرافس والبصله. اذا اول حاجه غنبداو بها هنايا نبداو بالبصله، غنحاولوا نطيحوا البصله. بسم الله، البصله تكون مشلضه. حاول البصله تطيح مزيان هكا. ديما باش نعاونوها كنديروا واحد شويه ديال الملحه، ودائما الملحه كنحاولوا نتذوقوها باش ما تغبناش. اللهم تكون ناقصه شويه اولا تكون كثيره وما نعرفوا اش نديروا لها. بعض الاحيان كان كيضيف القليل من السكر، هذا حسب لاصوص الطوماط كيفاش داير. الا كانت حامضه عندنا كنعاونوا بواحد شويه السكر باش نهرسوا ديك الحموضيه، لكن الا صوبنا صوص الطوماط كما ينبغي وكانت مطيشه طيبه مزيانه ما كتعطيناش ديك الحموضه بتاتا. اذا هنا نحاولوا نخدموا البصله تقريبا هذا الشكل هكا. بطبيعة الحال غادي نحتاجو واحد لاسباتول وغنحتاجو واحد الفوي باش نخدمو باش ما تحبب ليناش الكفتة وتجي متلوقة في لاصوص. غنحطو مع كذلك الجزر، هاد الجزر قطعناه صغير، هاد الطريقة هادي كتسمى البرينواز، قطعناه صغير بزاف. كاين اللي كيستغنى على الشامبينيون الا ما بغاش نقدروا ما نديروش، لكن باش تكون عندنا واحد الصوص اللي غنيه وفيها يعني خضار كثيره ماشي غير اللحم فقط، انا لذلك استعنت بالشامبينيون. واغلبيه المطاعم الان صبحوا كيديروا الشامبينيون في هو الفكوي في هذا البولونيز، وكاين اللي كيزيد لها حتى القليل من الدقيق الا خاف ان هذا الصوص يعني ما تكونش خاضره، كاين اللي كيضيفها. لكن انا نعطيكم الطريقه يعني المعتمده
كما كتشوفونا العطور فيهم كما كتشوفوا ما غندير فيهم حتى نضيفوا اللحم عاد غنديروهم فقط غير هذه الريحه تاع البصله والجزر ملي كنحمرهم راه كتكون واحد الريحه هني ما شاء الله عطره ما غاديش نحاولوا نطيحوا هاد البصله وهذا بالعكس غير تبان لهم اللون وغادي نضيفوا ديك الساعات اللحم كما ما غادي تشوفوا وناخذوا بعين الاعتبار واش الكفته يعني فيها كميه كبيره من الشحمه او اقل الا كانت كثير نحاولوا نقصوا من الزيت هنا غادي نضيفوا الكفته بسم الله النار غادي تكون معتدله في الاول يعني عادي نحاول نخدموا على شكل هكا نحاول نهرسوا ما امكن هنا سباتيل وقفات الخدمه ديالها وغادي نبداو بالفوي نحاول نخدموا على شكل هكا نبقاو نضربوها هكا الكفته بلا ما نحركوها من الفوق لتحت فاختر هذا الشكل هكا باش ما هي كطيب باش ما هي كتحل وما كتبقاش محجره وطبيعة الحال غادي يبقى لنا هنايا كاعد خلينا شويه لهذا الفوي ما كاين مشكل غنستعنيو بواحد المعلقه ونحيدوه ما كاين حتى مشكل فقط الفوي يكون صغير واحد الفوي اللي كنخدمو فيه الصوص ماشي الفوي اللي كنطلعو به البلوندوف ولا حاجه هذا كجينا فيه الخدمه شويه صعيبه وغادي نبقاو على شكل هكا حتى نحسو بان الكفته تقريبا تحلات كاملها بطبيعه الحال هنا صوص الطوماط راه طيبه اما ماشي جبت فقط المطيشه طحنتها وحطيتها لا صوص الطوماط كتكون طيبه بس سهل علينا الخدمه واحد الريحه ما شاء الله مازال ما درنا لها لا عطور لا والو ولكن هذاك الميروفوا عطاها واحد الرائحه رائعه لهنا كما كتشوفوا تقريبا كنحسو بها بانها تحلات بواحد النسبة كبيرة غادي نبقاو هكا حتى نحسو انها تحلات 100% مكونش عندنا الكواري كبار بحال لي غادي نشوفو هنايا بعد كيكونو كبارين هنا مبقاوش تقريبا بحال هكا مكونش عندنا بحال الشكل هكا خص تكون عندنا كريات صغار بالمعنى الكلمة يعني اصغر من الارز ديك الساعة نعرفو بان خصنا نضيفو المقومات الثانية انا علاش ما درتش الشامبينيون هنايا لا ما درتوش لان الا درتو غادي تبجغ ليا وكذلك الكرفس خليتو حتى لاخر لحظة عاد غنديرو يعني ماشي حتى نحاج نبين ندير هذا لاصوص لا حتى لاخر لحظة انني نوقف من التحراك نتاع هذا الفوي عاد غادي ندير حتى الكرفس او السيلري باش نحاول ما نبجغوش لان هو فيه الماء بزاف الا داك الاخر نتا هكا غادي تبجغ وما يبقاش يبان لينا في لاصوص بغيتو ديروه من الاول تقدروا ديروه ولكن غتخدموا بشويه باش ما يتعجنش ويبانش ف بحال هكا خيزو كيبان لينا لذلك انا علاش ما درتوش من الاول اذا هنا كتشوفوا تقريبا الكفته تقريبا كلها تحلات يعني صبحات بحال الشيشه هنا غنضيف السلري او الكرافس نضيف ورق الغار بطبيعة الحال ثومة بزار لوريغون سطر ومركز طماطم وهنا غادي نبدا نستعمل ثاني سباتيول غنحركم تقريبا هكا واحد دقيقة حتى لجوج دقائق وغادي نضيف ديك الساعات صوص طوماط والشامبينيون وغنخليهم يطيبو يعني واحد الرائحة بالأخص ديال هاد لوريغون اللي كنضيفو دابا أنا ما نعاودلكمش فقط جربوه وغادي تشوفوا اش كنقول دابا وغادي تحسوا بالطعم ديالو وبالرائحه هنا ما غنضيفوا لا ماء لا حتى حاجه غنخدموا فقط بصوص طوماط بالنسبه للبازيليك
بغيتو تقطعوه بمقاس قطعوه، بغيتو ديروه هكا ديروه، بغيتو تضربوه بالموس عادي ديروه. انا ديما هذه هي الطريقه باش كنخدم باش يحاول يبان في لاصوص، لان لاصوص خص يبان اش فيها. هذا هو الشكل باش كنخدم، الرائحه ديالو ما شاء الله. هنا غادي نضيف الشامبينيون، تقريبا انا واحد 7 الحبات كبار، وغنختم عليها الشكل هكا. نحرك واحد دقيقه اخرى. دائما علاش كندير هاد الخضر بهذا الشكل هكا؟ باش نحافظ على الشكل ديالهم ويبقاو معنا في لاصوص، يبانوا. ما تجيناش واحد لاصوص اللي كلشي معجن فيها ما عرفناش اش فيها، لا خصها تبان الحاجه، تبان اذا طيبنا الحاجه خصها تبان. الشكل هكا واحد الرائحه رائعه ما شاء الله. هنا على بركه الله غادي نضيف صوص طوماط. بسم الله، انا هاد صوص طوماط وجدت قبل. وغادي نحركها هنايا حتى تنسجم هاد العناصر، وغادي نقص عليها النار ونخليها تطيب شويه. لكن الا شفنا مثلا هاد لاصوص جات بات نشفلينا او حاجه، ما كاين حتى مشكل، نضيفوا لها شويه ديال الماء، ما كاين حتى مشكل. لكن ننتبهوا اننا تحرق لينا، لانها تقدر بسرعه تحرق، ونقصوا عليها الغاز، ما نخليوش الغاز يكون مجهد، لان هاد لاصوص كتبغي تطيب على مهلها بشويه عليها. اذا غنبقاو هنايا حتى توجد لينا لاصوص بطبيعه الحال، غادي نغطي عليها ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هذا هو الشكل من بعد ما طابت لاصوص، كما كتشوفوا اصبحت خاطره حمراء والطعم ديالها ما شاء الله. غنعاود لكم اذا كما شفتوا لاصوص اصبحت جاهزه عندنا، يعني يمكننا نقدمها مع مجموعه ديال الوصفات اللي بغينا، كي قلت مع لي بات سباكيتي، مع فوس سباكيتي بولونيز، نقدروا نصاوب بها لي غراتان ديال لي بات، نقدروا نصاوبوا بها اللازاني، نقدروا نعمروا بها حتى الخضار مثل الدنجال، او نعمروا بها الفلفله او اي حاجه بغينا. المهم ديالنا في هاد لاصوص هو ان نوجدوها بهذه الطريقه هذه. وكما ما قلت لكم هاد لاصوص هذه الا كنت مثلا حسب الموجود، يعني عندكم كميه كبيره بغيتو توجدوها وكانت كفته قليله، ما كاين مشكل، غادي نعوضوا الكفته بكميه كبيره من صلصه الطماطم. ودائما كما كنقول لكم ما تنساوناش من جيم بارطاج والاشتراك، ونتلاقاو في وصفه جيده في مطبخ الشيف مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.